بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 في دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يبدو أيها الإخوة أن علينا أن نقف أمام محطة أخرى تتعلق بمشكلة تطاول بعض الصحف الدنماركية والأوروبية على الإسلام من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن تعلموا أن علينا جميعا بوصفنا مسلمين صادقين بإذن الله عز وجل وفضله في إسلامنا، نغار على حرمات الله ونبحث عن العمل الذي يرضي الله أمام كل مشكلة أو مصيبة. ينبغي أن نعلم التداعيات التي تتسلسل من جراء هذه المشكلة، وأن تكونوا على علم بهذه التداعيات وما قد انتهت إليه إلى الآن. لعلكم تعلمون أن بيانا صدر من أكبر قدر ممكن من علماء المسلمين يتضمن موقف الإسلام من هذه المشكلة التي تعرفون، ويتضمن بيان واجب المسلمين أمام هذه المشكلة. ولقد شاء الله عز وجل أن يتلاقى على توقيع هذا البيان أكثر من 100 من علماء الإسلام والدعاة إلى الله عز وجل والمفكرين الإسلاميين، ونحسب أنهم جميعا ممن يتطلعون في كل أمر إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا البيان يتلخص في النقاط 3 التالية. النقطة الأولى بيان ضرورة الاستمرار في استنكار هذا التطاول والتنديد به والعمل بمقتضى هذا التنديد والاستنكار، ومن ذلك الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية. النقطة الثانية التوجه إلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم بالدعوة الملحة إلى اعتماد قانون يحمي المقدسات الدينية على اختلافها من التطاول عليها. النقطة الثالثة تتضمن ضرورة التوجه إلى الغرب، إلى الغرب كليا بالحوار والتعريف بحقيقة الإسلام
عقائده، أحكامه، حياة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن طريق كل السبل والأقنية والوسائل الممكنة. هذا هو ملخص البيان الذي وقع عليه عدد كبير من علماء المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل. وأحسب أن هذا البيان الموقع من هذا الكم الكبير يحمل دليلا باهرا على أن أمتنا الإسلامية ما تزال تتمتع بوحدتها، لا سيما من يمثل هذه الأمة من علمائها ودعاتها. لقد أبرزت هذا البيان الذي نال هذه التوقيعات، أبرز وحدة هذه الأمة، وأن الخلافات التي قد نراها تبدو هنا أو هناك لأسباب عارضة ليست دليلا على أن هذه الأمة تعاني من أي فرقة. عند الشدائد الذي يتجلى في هذه الأمة إنما هو بحمد الله وحدتها. إذن الذي أريد أن أنتهي من بيان هذا التلخيص الذي أريد أن أنتهي إليه هو أن هذا البيان لم يدعو إلى طي التمديد والاستنكار واستمرار جمهور المسلمين في بلدانهم المختلفة للإعلان عن استنكارهم. هذا التطاول الذي لا يقره عقل ولا تقره مدنية ولا حضارة، هذا البيان لم يدعو إلى طي هذا العمل السلبي المتمثل في الاستنكار والتنديد، ولم يدعو إلى إحلال الحوار محله أبدا، وإنما دعا البيان إلى أن على المسلمين أن يواجهوا هذه المشكلة بهذين العلاجين معا. الاستنكار ينبغي أن يستمر، والتمديد بهذا التطاول الذي يمثل جريمة من الجرائم التي تستنكرها القوانين الدولية. أول بند، أول مادة في ميثاق قانون حقوق الإسلام الصادر عام 48 من القرن الماضي ينص على أن الإنسان يتمتع بكرامته وينبغي حماية هذه الكرامة. ومن أشد ما يسيء إلى هذه الكرامة ويجرحها الإساءة إلى معتقد الإنسان أيا كان معتقده. هذا البيان لم يدعو إلى أن نعالج هذه المشكلة بالتنديد وحده، ولم يدعو إلى أن نعالج هذه المشكلة بالحوار وحده، وإنما دعا إلى أن تعالج هذه المشكلة بالتمديد والاستنكار والغضبة التي يأمر بها الله عز وجل. الغضب لله عز وجل لابد أن يشعر به الإنسان المسلم، ولكن لابد أن يكون هذا التمديد وهذا الاستنكار مشفوعا بالحوار، لا سيما عندما يفتح لنا باب الحوار أو تفتح لنا أبواب الحوار من قبل أولئك الآخرين. هنا ينبغي أن نلاحظ أيها الإخوة ما يلي. عندما نقول
هذه المشكلة ينبغي أن تعالج بالاستنكار الذي يعبر عنه الجماهير في كل بلدة والتنديد. وعندما نقول ينبغي أن يكون هذا مشروعا بالحوار، ينبغي أن لا ننسى أن التنديد يجب أن يسير طبق منهج يقره الشرع ويقره دين الله عز وجل وتقره سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي ينبغي أن يقف التنديد عند إنكار المنكر، هذا منكر يجب علينا أن ننكره، نعلن إنكارنا بكل الوسائل لهذا المنكر ونندد به وندعو إلى الاعتذار عنه، كما قلنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أيام في عمان من أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذا البيان. لا يجوز للتنديد أن يتجاوز هذا الحد، لا سيما وهو مشفوع بالخط الآخر وهو الحوار. لا يجوز أن نعبر عن التنديد بإحراق، لا يجوز أن نعبر عن التنديد بإتلاف، لا يجوز أن نعبر عن التنديد بأن نعمد إلى العلم الدنماركي ونحرقه، أن نلقيه أرضا وندوسه بأقدامنا. لا، هذا إن قارنا هذا العمل بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان يسير عليه رسول الله، نجد أنه يتجاوز النهج المشروع الذي يأذن لنا أو يأمرنا به الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي مثلا من يحرق العلم الدنماركي أو يدوسه بقدمه، ينبغي أن نتوقع من يأتي مثلا بعلم دولة من الدول الإسلامية كالسعودية مثلا فيعمد إلى هذا العلم فيحرقه ويتلفه ويدوسه بقدمه ومكتوب عليه لا إله إلا الله، ونظر فنجد أنفسنا وقعنا تحت طائلة قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ينبغي للاستنكار أن يلزم بالضوابط. طبعا المشكلة هنا هي أن الجماهير عندما تستسلم لغضبها، وهو غضب إلهي وهو غضب مبرور، لكن عندما تستسلم لغضبها يضيع مما بينها، والجماهير إذا احتشدت تحولت إلى غوغاء، تضيع الضوابط الشرعية. ولكن ينبغي دائما أن نبينه وأن نتحدث عنه. ولقد قلت بالأمس لو أنني كنت مع الذين ساروا مسيرتهم الغاضبة لله عز وجل قبل أيام ووصلوا إلى السفارة الدنماركية وأقدموا على ما أقدموا عليه، لا منعتهم عن ذلك بكل ما أملك. وأظن أن منع إنسان مثلي سيجد نجاحا أكثر من منع الشرطة وغيره. سأعلن أن الغضبة لله ينبغي أن تقف عند حدود الله وينبغي أن لا تتجاوزها. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة، هذا الخط الآخر، خط الحوار الذي ينبغي أن نعالج هذه المشكلة به، خطان: الاستنكار الدائم والذي ينبغي أن يترجم إلى القطيعة الاقتصادية كما قلت لكم، الخط الآخر الحوار. أقف الآن أمام الحوار، هل هنالك إشكال في أن نقبل إلى الغرب بالحوار الذي أمر الله عز وجل به
لتذويب هذه المشكلة والقضاء عليها؟ هل هنالك إنسان مسلم تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر وجوب الحوار على الذين ندبوا أنفسهم للتعريف بدين الله، على الذين ندبوا أنفسهم لحماية حرمات الله عز وجل إطلاقا؟ كيف وأنا أقرأ قول الله عز وجل وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى كل فئات الأخرى، كل الكافرين التائهين الذين بيننا وبينهم أمان وعقد، الذين أعلنوا الحرب علينا، الفسقة، الفاجرين، البغاة، كل الآخرين. لأن عندما نقاوم الكفر أو الإلحاد، ما الغرض من المقاومة؟ ليس الغرض من المقاومة أن نشفي غليل حقد في قلوبنا على هؤلاء الناس، وإنما الغرض أن نزيح غشاوة الكفر عن أفئدة هؤلاء الناس، أن نزيل غشاوة الجهل، أن نزيل غشاوة الإلحاد مثلا، هذا التيه عن أفكارهم. طيب، وهذا إنما يتم بدافع من الشفقة على عباد الله أيا كانوا، هكذا علمنا كتاب الله، وهذا هو النهج الذي درسناه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نحن أمام هذه المشكلة مدعوون من قبل ربنا إلى محاورة هؤلاء، فكيف وقد دعينا إلى الحوار؟ نعم، كيف وقد دعينا إلى الحوار معهم؟ هل يسعنا أن نقول لا، لن نحاوركم، وليس بيننا وبينكم إلا التهديد والحرب وما إلى ذلك؟ لا، هذا ليس منطق الدعوة إلى الله. ولا أعلم أن هنالك موقفا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا النهج. أنا بحاجة ماسة إلى أن أحاور، لا من أجل أن أزرع الإسلام في عقول أولئك الناس غير المسلمين، لا من أجل هذا، بل قبل هذا من أجل مسألة أخرى هي من الأهمية بمكان. الغرب الآن يحتج علينا بأن الصحف عندما تفعل ما تشاء وتسخر من إسلامنا كما تريد بالوسائل الكاريكاتيرية أو غيرها، فإن هذا من قبيل التعبير عن حرية الرأي، وحرية الرأي مصونة في القوانين الغربية كلها. هذا الكلام ألا يحتاج إلى حوار؟ لابد لكي نكشف عن زغل هذا الكلام، وعن أن أمرا يلبس بأمر آخر، لابد من الحوار، وقد دعينا إلى الحوار. نقول لا لابد أن نحوار الآن، وقد فتح أمامنا باب الحوار. أول بند لابد أن نحاور فيه أولئك الناس هو أن نقول أما حرية التعبير عن الرأي والفكر فنحن أسبق منكم إليها، لم نعارض يوما ما في حرية يتمتع بها إنسان ذو فكرة معينة وذو مبدأ معين وعقيدة معينة أبدا. لكن ما معنى الرأي حتى نعطيه قدسية المناخ وحتى نجعله يستظل بظل الحرية؟ ينبغي أن نعلم أن الرأي هو ذاك الذي ينبع من الفكر والعقل، فما دام الأمر كذلك فلا خلاف،
أبدا بشكل من الأشكال. وبالأمس قلت وينبغي أن أقولها إن أتيح لي الحوار، وينبغي أن يقولها غيري أيضا إن أتيح الحوار في هذا الموضوع، وقد أتيح. أنا فيما مضى من حياتي وقفت على أفكار الملاحدة، دعاة المادية الجدلية، المادية الماركسية، قرأت كتبه، قرأت أفكاره، ما ضقت ذرعا به وأصغيت إليها إصغاء من يتلمس حقا فيما يقرأ. لماذا؟ لأن ديننا ربنا على هذا النهج. طيب. ثم إنني كتبت وبينت بطلان هذه الفلسفة. هذا هو الجدل، وهذا الجدل ينبع فعلا من حرية الرأي. قرأت الفكر الوجودي الإلحادي وأصغيت إليه وصبت على قراءة هذه الفلسفة، ما ضغت ذرعا بها أبدا أبدا بشكل من الأشكال، لأن المسألة حرية رأي. ثم إنني كتبت الرد على ذلك. كيف نصل إلى الحقيقة عبر أفكارنا وعقولنا؟ عن طريق الأخذ والعطاء. لكن هل من حرية الرأي أن أقف أمامك وأوجه شتيمة إليك؟ هل هذه من حرية الرأي؟ هل من حرية الرأي أن يتجه زيد من الناس إلى صاحبه فيبصق في وجهه؟ هل من حرية الرأي أن يواجهه بنوع من اللمز أو الغمز أو الهمز، يستخف بشخصه، يسخر من فكره؟ هذه إساءة إلى الكرامة. أن تناقشني في فكرة أتبناها علميا، لا إساءة فيها أبدا، لكن أن تهزأ بي وأن تهزأ بمعتقدي، فمعنى ذلك أنك مزقت كرامتي. وهذا يتعارض مع أول قانون، أول مادة من ميثاق حقوق الإنسان الذي تتبنى هيئة الأمم المتحدة. إذن أول نقطة حوارية ينبغي أن نتجه بها إلى الغرب، أن نقول لهم تعالوا تعالوا، نزل هذا الالتباس، نزل خط الاشتباك بين حرية الرأي التي نحن أسبق منكم إلى الإقرار بها، وبين حرية السب، حرية الشتم، حرية الإقذاع. الرسم الكاريكاتيري من هذا القبيل. طيب، عرفنا هذا الفرق، وبفضل الحوار لابد أن ننتهي إلى نتيجة مرضية. بعد ذلك نأتي فنقول تعالوا نفتح ملف الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام. الآن دعوا الفكر يتكلم، وأسكتوا العصبية النفسية والرعونات الغريزية. هنا نفتح الباب للفكر، للعقل، العقل الحر أيا كان. هل أحجم عن هذا وقد دعيت إليه؟ ماذا يقول لي الله عز وجل غدا وهو القائل لي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ الآن المسؤولون في الدنمارك يدعون إلى حوار. لاحظوا كيف تفاعل الخطان لولا الاستنكار الشديد الذي استمر، ولولا ما أعقبه من مواقف قطيع الاقتصاد وغيره، ربما لم نكن ندعى إلى حوار. لكن الآن قال فضلوا، فضلوا إلى حوار. هل يجوز لي وأنا أعلم رقابة الله لي، وأنا أعلم أنني سأقف بين يديه وأنا أجعل من نفسي داعيا إلى الله، أن أحجم؟ لا والله. طيب، هم الآن مسؤول كبير في الدنمارك يقول نحن نتعهد بأن نعقد فصلا من الكتب المدرسية لطلاب الثانوية في الدنمارك يملأ
بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تريدونها أنتم تكتبونها. هل أقول لهم لا؟ لاحظوا أيها الإخوة، أنا الآن لا ألغي الاستنكار والتمديد بالحوار، ولا ألغي الحوار أيضا مستغنيا بالتمديد أبدا. لولا ذلك الاستنكار الذي ينبغي أن يستمر، ولولا هذا التمديد لما فتح باب الحوار أمامنا. لكن الهدف هو الحوار، الهدف هو الحوار. إذن فيما لو دعينا، لا أقول عن نفسي يعني، لو دعيت سلة من علماء المسلمين الذين وقعوا على هذا البيان إلى الدنمارك ليحاوروا ممثلين أيضا للدنمارك في هذه النقاط. أولا الفرق بين حرية الرأي هو بين حرية السب والشتم والإقذاع وما إلى ذلك. ثم إذا فتح باب الحوار في تعريف الإسلام والتعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا يجوز لي وأنا صادق في إسلامي أن أحجم بشكل من الأشكال. هذه النقطة أيضا انتهينا منها. الشيء الآخر، أيها السادة، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أنا أذكر نفسي وأذكر سائر الإخوة العاملين في الحقل الإسلامي من علماء ودعاة ومفكرين بضرورة الانطلاق في معالجة هذا الأمر وغيره وغيره من مقصد واحد لا ثاني له، ألا وهو بلوغ مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا، هل هذه النقطة يعني تحتاج إلى نقاش؟ نحن مسلمون، وأعتقد أننا جميعا بحمد الله صادقون في إسلامنا. ومعنى أننا صادقون في إسلامنا أن موقفنا بين يدي الله، وأن مصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما الذي يمكن أن يفيدني وما الذي يمكن أن يضرني؟ لا يمكن أن يفيدني في الكون كله إلا الله، ولا يمكن أن يضرني في الكون كله أحد إلا الله، ومردنا جميعا إلى الله. إذن نحن عندما نتحرك لمعالجة هذه المشكلة أو غيرها من المشاكل الدينية، ينبغي أن يكون هدفنا شيء واحد، هدفنا مرضاة الله. أي ينبغي أن يكون لسان حالنا جميعا هو وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى. يعني بعبارة أخرى، ينبغي أن لا نوظف هذه المشكلة وأمثالها لتغذية شيء من مصالحنا الذاتية، لتغذية شيء من مذاهبنا وحزبياتنا أبدا بشكل من الأشكال. هذه كلها عبارة عن عقبات تحول بيننا وبين بلوغ مرضاة الله سبحانه وتعالى. أنا هذا الكلام أقوله أولا لنفسي أيها الإخوة، وأظن أن لا حرج أبدا إذا وجهته بعد ذلك لكل أخ أحبه في الله، وما من مسلم إلا وهو أخي أحبه في الله وأغار عليه. ما ينبغي إطلاقا أن ننطلق لحل هذه المشكلة من عصبية، ما ينبغي أن ننطلق لحل هذه المشكلة من مصلحة مذهبية، من مصلحة حزبية أبدا إطلاقا. أنا عبد، أنا كل يوم 5 مرات أقف بين يدي ربي أقول إياك نعبد وإياك نستعين. شوفوا كلمة إياك نعبد في حصر، أي لا أعبد غيرك، لا أعبد أبدا أبدا، إياك نعبد وإياك نستعين. كيف بدي صدق كلامي بين يدي رب العالمين بأن يكون واقعي
مطبقا لقول الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل تقلباتي ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أختم به حديثي هذا هو أنني أعود فأذكر نفسي أولا، وأذكر إخواننا العاملين في الحقل الإسلامي ثانيا، وأذكركم أنتم أيها الإخوة أيضا بأن هذه المشكلة التي نجمت في صقع من أصقاع أوروبا ينبغي أن تزيدنا تماسكا، وينبغي أن تقضي على الثغرات التي يحاول أعداؤنا تفتيحها من هنا وهنا وهناك. والواقع أن المصائب دائما فيها جانب مفيد، وأعني بالجانب المفيد الأهم أن من شأن هذه المصائب أن تجمع شمل من تهددهم هذه المصائب. أعتقد أنه لا توجد مشكلة تهدد مصيرنا كمشكلة موقف الغرب من الإسلام. أعني الغرب، قادة الغرب الذين تقودهم الخطط الصهيونية العالمية، ولا أعني الشعوب الغربية. هذه الخطط لو تمت لقضي على وجودنا نهائيا، ووجود هذه الأمة الحية بدينها بإسلامها. إذن أنا أقول ينبغي إذا سرنا في معالجة هذه القضية بالبيان الذي صدر، بالحوار الذي يمكن أن نتجه به إلى الدنمارك، ممكن واحد مثلي يذهب، نعم، ينبغي أن يزيد هذه الأمة هذا الأمر، هذا النشاط ينبغي أن يزيدها تضامنا وتآلفا ووحدة. يعني الإخوة الذين أصدروا هذا البيان والذين قرروا الاستجابة لدعوة الدنمارك لم يشقوا عصا المسلمين. ليتق الله من اتهم إخوانه عندما قالوا نعم سنأتي للحوار، ليتق الله الذين اتهموهم بشق عصا المسلمين. بالعكس، سعيهم هذا يرأب الصدع. وأنا ما وجدت مظهرا دل على أن هذه الأمة لا تزال تتمتع بقدر كبير من وحدتها، ما وجدت دليلا على ذلك أجل وأوضح من هؤلاء الذين وقعوا على هذا البيان، أكثر من 100، نعم، وخلال فترة وجيزة، ولله الحمد. إذن أمتنا بخير، نعم. أركز مرة أخرى وبهذه النقطة أختم حديثي: الحوار. ما يعني، ما الضرر الذي ينال المسلمين من الحوار الذي ندعى إليه اليوم؟ هل هنالك ضرر؟ في ناس يقولوا في ضرر. أبدا حوار لا. عجيب، عندما أقول حوار لا فأنا أخاطب أولئك الناس بصوت رعوناتي النفسية، أخاطبهم بصوت عصبيتي الذاتية وأحقادي. إذن سيبادلونني عصبية بعصبية، سيبادلونني حقدا بحقد. تخيلوا عندما أقول لهم وهم يدعونني إلى الحوار، أقول لا حوار بيننا وبينكم إطلاقا. إذا ما الذي بيننا وبينكم؟ هذا الهيعج الذي يتكاثر ويتسلسل في الشوارع في كل بلدة هنا وهنا فقط، نعم فقط. إذن نحن لا نبتغي هداية أولئك الناس، وإنما نريد أن نشفي غليلنا، غليل حقدنا في حقهم. ولم نعلم إطلاقا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعبر عن هذا النهج بشكل من الأشكال.
وقد درسنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد في هذا المسجد من ألفها إلى يائها، وعرفتم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكل شيء إذا وجد أمامه نافذة إلى حوار، نافذة إلى حوار، أليس كذلك؟ نحن دعاة إلى الله، وأسأل الله عز وجل أن يقيمنا في هذا العصر المتأخر مقام ذلك السلف الصالح الرعيل الأول في صدر الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز، ونسأل الله أن يحقق ذلك. طيب، أولئك الناس بالحوار وبالنقاش وبالجدل الذي أمر الله به نشروا الإسلام في ربوع العالم كله. طيب، خلينا يا أخواننا نضرب بنصيب من هذا الحوار، والله إنه ليشرفني. يعني الآن إذا دعيت إلى العمرة إلى بيت الله الحرام، ودعيت إلى الحوار الحقيقي في الدنمارك حول التعريف بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأذهبن إلى الدنمارك وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحوار. هذا ما أعرفه في هذا الصدر. إذن هذا البيان الذي صدر، وهذه التوقيعات التي توج البيان بها، وهذا الهدف أو هذا القصد إلى ذهاب إلى الدنمارك أو غير الدنمارك للحوار، ليس فيه ما يخالف الدين، بل هو تطبيق لما يأمر به الدين، ولا يسعنا إطلاقا أن نخالف أو أن نغلق على أنفسنا بابا فتح أمامنا. أعتقد أن هذه المحطة التي اقتضتنا أن نقف عندها للمرة الثانية أو الثالثة، ربما كان الوقوف عندها خيرا من مواصلة درسنا اليوم في شرح الحكم. والهدف سواء قرأنا حكمة من حكم ابن عطاء الله، أو قرأنا شيء من سيرة رسول الله، أو عالجنا مشكلة من هذه المشاكل، نحن في هذا كله نطرق باب من؟ باب ربنا. نحن كلنا واقفون على أعتاب الله، نقف أمام باب الله. والله يشهد الله ويعلم، وأعتقد أنكم أيضا ما جئتم إلى هذا المكان إلا وهدفنا واحد، لا نبتغي رزقا، لا أبتغي عصبية لنفسي، لا أبتغي أن أغذي جماعة لي، ما لي جماعة، والله جماعتي كل المسلمين، كل المسلمين في بقاع الأرض كلهم إخواني، وإنما أبتغي أن أرحل إلى الله وهو عني راض. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا الكريم المجيب الرحمن الرحيم. نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في أمالنا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند يأس، لا أمل لنا سواك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. يا رب لا تبعدنا عن جنى رحمتك، يا رب أذقنا برد إحسانك ولطفك، يا ذا الجلال والإكرام تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عافنا في من عافيت، اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا هادي المضلين اهدنا واهدهم جميعا، يا مقيل عثرات العاثرين ارحمنا وارحمهم جميعا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام تجلى علينا تجليات رحمتك، تجلى علينا بنفحاتك الربانية يا أرحم الراحمين.
يا ذا الجلال والإكرام، أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. يا الله اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك، يا رب اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك، يا رب اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. يا إلهنا يا مولانا ارزقنا حبك، حبك وحب من يحبك، وحب عملا يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. يا ذا الجلال والإكرام صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.